دركا خلصت الخدمة ديريكسيون للدار نضرب فيها تدويشة حوايج تجمل المومين ايبوي للمطار. وهنا خاوتي بدات الكارثة بالسيركولاسيون هذه اللي جوست قبل المطار. تعطلت على الطيارة تاعي مالغري رحت بكري بزاف مي بسبب السيركولاسيون تانيولا البي تاعي. هنا عيطت لأير كندا باش نريزيرفي ان اوتر بيس باسكو جيتي فريمون بريسي باش نروح هذا النهار. الحمد لله جبت ان اوتر بي مع اير فرانس. دركا بدلت الفول هادين الميوت مالوريزمون غالي شوي مي هنا درت تشيك ان تاعي الحمد لله دفعت الباجاج ودوكا وليت نحوس على لابورت باش نفوت على لاباف ايتو اي بي نروحو لا سال دومباركمون. انا كي شفت لاشين هكذا خاوتي تشوكيت سانسيرمون ولاشين ماشي غير هذه توصل حتى لهي خلاص لاشين بزاف طويله لدرجه انه تالمون طويله دارونا كل واحد ديال السيركل نمشيو فيهم سانسيرمون حسيت روحي الدوده تاع نوكيا ولا بقينا نمشيو مي تو دان كو جاوني دو زاجون قالوا لي دا تاكسبتي انو نفيريفيو الباجاج تاعك. تما لقينا والو تفوت ديريكتومون على البلاصه هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها تدخل ديريكت لاصاله هذيك تاع لاباف. اذا فتشوني ما لقاو والو فوتوني ديريكت هذه معلومه الا حبيتو تيوتيليزيوها ولا كل مره نسافر نقول بار اكزومبل نجي اني هكا بار اكزومبل نجي معايا كابا وحده هكا قلت تختار نجي معايا كابا وحده باش ما نديرش هذاك الهرج بزاف ابري الفوضى فيها فيها. المهم سي بون فتنا سكانر والحوايج هذو ودركا نروحو لا سال دومباركمون راني ميت بالعيارة صحيح طرطق ملي كنت راح نديماري على 7:30 دركا راح نديماري على 10 والغاشي أمة لا إله إلا الله كامل راهي هاربة هاجة من موريال لي فاكونس وي الحمد لله وصلت الجزائر بخير. وبارمي الحوايج اللي استقبلتني بهم الجزائر يجيك واحد كيما هذا وانت مكوفر يطومبوني 10 باسبورات بالمعرفه وانت مكوفر تستنى وتتفرج نورمال ويلكم تو الجيريا. معلومه الناس اللي يوجعهم راسهم ولا في الطياره كاين خاوتي الكاسك هذا ريزر هو شويه غالي مي خاوتي يعزل الصوت ضربه واحده بزاف مليح. الحمد لله وصلت للدار لقيت الوالده وجدت لي البلا بريفيري تاعي اللي هو شخشوخه بالعصبانه. يا خويا بعد هذاك التعب كامل تلقى طابله كيما هكا يعني الحمد لله يا ربي. ابري خرجت سهرت انا وصاحبي ديريكت باسكو كنت ديجا مديكالي في مخي بالنسبه لي ماهوش الليل. خرجنا سهرنا كلينا كريبوني المهم فات سهره بزاف شابه لقيت الدنيا بزاف حيو. هذه الحاجه اللي تحبوها في الجزائر انه فري تحس للصيف وفري تحس للمناسبات سواء رمضان ولا كيما هذه ايام تاع عيد الاضحى المبارك فريمون تلقى الناس برا تلقى الناس قاعده تسهر تو هذه الحاجه كيما مونكي فريمون هذه الحاجه ما تلقاهاش في كندا خاوتي اوبلي. فريمون اللي يسلك 3 و 4 ما بيش كفاح يشري كباش كما هكذا صغار يعني سانسيرمون بالكراس 7 جر صغير فيهم 6 والكبير فيهم 12. عجبوك شاش ليا؟ فيهمني مليح فيهمني ما شوفش غاليين؟ غاليين عشفوا عد خلاف؟ مليح هذه تاع الفاكسا هي تاع الفاكسا هذوك اللي منهم هذوك ثاني مخرفان ها شغلتك هذو من 9 ل 10 10 بصح باهين شوف هذا جبتهم قدام لا لا هذا باهي شوف شوف الله يبارك فيك روح جدي هاك نهز جدي اروح
حاجه اللي ما فهمتهاش تكون المعيشه غاليه كيفاش غاليه والناس فقراء بقاي يشريو رايت نفهم قال كاش بلي الكلب هذا حيد الكلب كاين هذا درع بصراحه جاي سمر بزاف هذا ضخم بزاف صحاوي بان راي برك اساس سلعه الشريعه هذه يا بابا تاع الدرمون الشريعه اه شوف لايف خاوتي مي سامون كاديك السونساسيون تاع تجي هكذا سورتو انا وجدي ستوب كي كنا نتفالا كنت صغير كنت دائما نروح معاه يدينا سوكتيل واد الحال تاع الخروب ايتو هادو اسواق اللي هنا في قسنطينه شوفوا الكباش عبا كديك سيتي لا ميور بيريود نعيش هنا في فلاني ولا كنت كنروح مع جدي وسبورتا حبيت نعيشها ابري 5 كون ديجا ما عشتش العيد اللي هي في كندا حبيت نعيشو مع جدي قاعدين نروحو لقدام نسوق رحنا ديجا الاول هذا دوك نروحو للدوزيام شارك 400 و700 هذاك التشوكيت كي سمعت البريك صراحه هادو اللي منهم وين يروح هاو هو انا عجبك شادو وين يروح هاو هادو قدا صافي ها ما سموش قال هذا الحلال هو تسبح ونصي في اللي الله يبارك صبرت شو سبعة ونص سامو سبعة ونص هذا 77 صافا تذكري هذا هذا قال لك سامو سبعة ونص عجبك؟ سبعة ونص اه عجبوك؟ انا هادو اللي شفناهم درك؟ ايوا غاليين؟ غاليين وماش ملاح غاليين وماش ملاح هادو صغار اجلينو لي بريك هادو فيتو لي بري ريزونابل تقدر تقول هنا 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 في البلاصه هذيك كيفاش ما خالي قريه حمراء قريه حمراء هذه صافا لي بري تاعها والله غير ديري لي كبر صافا زيدين وزيدين غراب هي ها مش انا هنا والله غير كوني لي بري صافا جد يحبس اونكور اون فوا تعطاه هذا مليح هذا جد ما فهمتش علاش يحوس شو صافي 5 اون كاك سيزون انا حسيت هذا تجي كطول باش لحوم تاع عيد وكل شيء تصوري من ورا عجبوك الكباش عجبوك الكباش 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 عجبوك اه ملاح صح غاليين شويه ها مجورين طيب زي سخونة والله ملي طالعة ها طلعت وابري ما درنا السواق هادو كامل الحمد لله شريت انا وجدي زوج كباش تاعو هذا الكبش تاعي وهذا الكبش تاعو درك المهمه الثانيه اني نروح نشري كسوه العيد لجدي ان شاء الله هي قبشه خيره واش رايك هذاك ابليس النحس لعن الله عليه لعن الله عليه هذيك
ها واش تقول؟ صح نجيب لك لي موقف هذا كله في الكرش كمان. فاضي يا سيف لازم تخلي يدك. أبراهيم الخليل أتاه ملاك في المنام أتاه ملاك في المنام قالوا بلك ضحي سبقت تعالي الله تضب عليه